عمليات شفط الدهون من أكثر العمليات شيوعاً في العالم. تقنية الفيزر اللي تساعدنا حولتنا من مجرد عمليات شفط عادي إلى نحاتين من دون أي ضرر للأنسجة المحيطة للدهون الموجودة ما بين الجلد والعضلات. فلذلك التورم، الرقاق، الألم، تحسس الجلد يكون أقل والعودة للعمل أسرع. وغير المتوقعين أنه نحصل على تعرجات بالشفط بالفيزر إذا كان اللي يقوم بها خبير باستعمال تقنية الفيزر. اللي عندهم نوع من الرخاوة اللي يحتاجون إلى عملية قص الجلد ولسبب أو لآخر لا يرغبون بعملية شد الجلد، هذول الحالات في اليوم تكنولوجيا جديدة ممكن تساعدهم كثير، اللي هي شد الجلد بالبلازما، ومباشرة على ميز العمليات نشوف الشد ومريض بفترة قصيرة يشوف النتائج بعد العملية.